مرحبا بكم طلاب الصف التاسع الأساسي، سنقوم الآن بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس الخامس عشر والذي هو تحت عنوان العطف، وهو موجود في الصفحة 35 من كتاب القواعد. بداية، هذه لمحة عن المواضيع التي تم تغطيتها وعن المواضيع التي سيتم تغطيتها لاحقا. طبعا قمنا بتغطية علم البيان، تحدثنا عن الحقيقة والمجاز، تحدثنا عن النداء والعطف، وحللنا قصيدة الحسناء والشاعر، تعلمنا كيفية الكتابة العروضية، وكتبنا موضوعا في الوصف الوجداني. أما المواضيع التي سنقوم بتغطيتها لاحقا فهي متعلقة بالبحر البسيط وبالجمل التي لها محل من الإعراب. سنعطي بطاقة متعلقة بالصور البيانية وسنحلل نص فتى الفصول. بداية، سنجيب عن الجزء ه من طبعا هذه الأسئلة موجودة في دفتر التمارين، دفتر تطبيقات القواعد العربية، والموجودة أو المتعلقة بدرس العطف. صرف الفعل أهدى مع ضمائر الغائب والغائبة. ضمائر الغائب والغائبة، طبعا ضمائر الغائب هما للمذكر والمؤنث، هن لجمع المؤنث، هي للمؤنث المفرد الغائب، هو المذكر الغائب، وهم المذكر الغائب أيضا. هما أهديا، هنا عندما نصرف الفعل بهذا الشكل تقلب الألف المكسورة إلى ياء، تعود إلى أصلها عندما تتصل ألف الاثنين بهذا الفعل. هما أهدتا، طبعا هنا نضيف تاء التأنيث للدلالة على المؤنث مع ألف الاثنين. هن أهدينا، نضيف نون النسوة طبعا لأننا نتحدث عن جمع للمؤنث. هي أهدت، هي بالمؤنث المفرد نضيف للفعل تاء التأنيث. هو أهدى وهم أهدوا، هم أهدوا طبعا نضيف واو الجماعة في آخر الفعل ونقوم بحذف الألف المكسورة. السؤال الثاني، املأ الفراغ بحرف العطف الملائم، الواو، أم، بل، أو، حتى، لكن، لا. الجملة الأولى، أكلت العنقود حتى آخر حبة فيه. هنا حتى هي أو هو الحرف الذي يصلح أن يوضع هنا. طبعا حتى تأتي حرف عطف، حتى تأتي حرف عطف يجب أن تكون بمعنى الواو، يعني هون تقدير الجملة، أكلت العنقود وآخر حبة فيه. أوجهك أم ضوء القمر؟ هنا نستعمل أم، هي المناسبة في هذا الموضع، لا نستطيع أن نضع بل أو الواو، أو لأنه يطرح هنا سؤالا يضع أم كأنه يعني يضعه أمام تخيير، يعني أمام اختيار. الماء والنار لا يتفقان، هنا الواو هي التي تصلح في هذا الموضع لأنها تعطف النار على الماء، تربط بينهما بنفس الحكم، يعني تجمع بينهما بالأصح، يعني تجمع بين الماء والنار. ما رأيت عليا بل أخاه، هنا استعملنا بل لأنها تصلح لنقض نفي ما قبلها
وتأكيد ما بعدها، يعني هو لم يرى عليا ولكنه رأى أخاه. وصل الرئيس لا ممثله، هنا لم يصل ممثل الرئيس، بل وصل الرئيس، لذلك استعملنا لا لنفي ما بعدها وتأكيد ما قبلها. خذ المال أو الهدية، هنا حرف العطف أو هو الذي يصلح في هذه الجملة لأنه حرف يدل على التخيير، هناك أو المتكلم يخير المخاطب بين المال أو الهدية. سواء عندي أحضر جاركم أم لم يحضر، هنا تستعمل أم، لماذا هي المناسبة في هذا الموضع؟ لأنها تدل على التسوية. ما معنى التسوية؟ يعني مساواة ما قبلها بما بعدها، يعني سواء حضر الجار أم لم يحضر كلاهما يعني نفس النتيجة. شارك الجميع، هنا حتى النساء في الدفاع عن الوطن، هنا حتى أيضا جاءت بمعنى الواو، جمعت بين النساء والجميع، يعني حتى النساء قاموا بالدفاع عن الوطن. قل الحق أو اصمت، أيضا أو هنا استعملت تصلح هنا لأنها تدل على التخيير بين قول الحق وبين الصمت. أنجح أخوك في الامتحان أم رسب؟ هنا أيضا أم هي التي تصلح في هذا المكان للبحث عن السبب، يعني البحث عن نتيجة عمل الأخ في الامتحان، يعني هل هو ناجح أم راسب؟ يعني أيضا هناك خياران، هناك أيضا تخيير في هذه الجملة من حيث المعنى. لقد نلت جائزتين لا جائزة واحدة، هنا أيضا استعملت لا، هي تناسب هذه الجملة لأنها نفت ما بعدها وأكدت ما قبلها. الجزء الثاني من السؤال، أعد كتابة الفقرة الثانية محولا المفرد إلى الجمع، هنا المفرد إلى الجمع في هذه الجملة، يعني نحول بهذه الطريقة. سواء عندي أحضر جيرانكم بدل جار بدل جاركم أم لم يحضروا، قولوا الحق أو اصمتوا بدل قل الحق أو اصمت. أنجح إخوتك بعد، طبعا هنا بدل أخوك، أم رسبوا؟ لقد نلنا جائزتين لا جوائز كثيرة. السؤال الثالث، أشر إلى المعطوف والمعطوف عليه، واضبط آخر كل منهما في الجمل الآتية. عندما نقول المعطوف والمعطوف عليه، الاسم المعطوف هو الاسم الذي يأتي بعد حرف العطف، أما الاسم المعطوف عليه فهو الاسم الذي يأتي قبل حرف العطف والذي عطفنا عليه الاسم المعطوف. هنا وصل الجنود حتى المشاة، هنا طبعا تسهيلا للأمر سنضع تحت المعطوف خطا وتحت المعطوف عليه خطين. أولا علينا أن نحدد حرف العطف، أين حرف العطف في هذه الجملة؟ حتى. إذا عندما نعرف حرف العطف يأتي بعده الاسم المعطوف، أين الاسم المعطوف؟ حتى المشاة، إذا نضع خطا تحت المشاة. المشاة اسم والاسم يعطف على ماذا؟ على اسم آخر. الاسم الآخر الذي عطف عليه ما هو؟ هو كلمة الجنود، فالجنود معطوف عليه وهو في حالة الرفع، أيضا الاسم المعطوف يجب أن يكون مثله في حالة الرفع أيضا. الجملة الثانية، يا آدم اسكن
أنت وزوجك الجنة. هنا نحدد حرف العطف، حرف العطف هو الواو، ويأتي بعده الاسم المعطوف الذي هو زوجك، نضع خطا تحت الاسم المعطوف، ونذهب إلى الاسم الذي عطف عليه. الاسم الذي عطف عليه هو عبارة عن الضمير المنفصل هنا، أنت أسكن أنت، هذا الضمير هو في حالة رفع، فيجب أن يأتي الاسم المعطوف أيضا مثله في حالة الرفع، لأن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في علامة الإعراب. الجملة الثالثة: رمى الصياد الطريدة فأصابها. هنا الفعل رمى الصياد الطريدة فأصابها، أين حرف العطف في هذه الجملة؟ حرف العطف هو الفاء. ما الذي جاء بعده؟ جاء بعده الفعل أصابها، إذن هذا الفعل هو معطوف. طيب، علينا أن نبحث عن المعطوف عليه، هل يمكن أن يكون الفعل أصابها معطوفا على كلمة الطريدة أو كلمة الصياد مثلا؟ بالتأكيد لا، لماذا؟ لأن الفعل يعطف على فعل والاسم يعطف على اسم، إذا الفعل أصابها معطوف على الفعل رمى، والفعل رمى مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، فأيضا هنا نلاحظ أصاب أيضا هو فعل مبني على الفتح، فعل ماض طبعا. الجملة التالية: حاول مرتين لا مرة واحدة. هنا حرف العطف هو لا. طيب، الاسم المعطوف يأتي بعده الذي هو مرة، والمعطوف عليه يأتي قبله، بالتأكيد ليس الفعل هنا المعطوف عليه، لأن الاسم المعطوف هو اسم والاسم يعطف على اسم مثله، على اسم مثله، إذن مرتين هو المعطوف عليه. طيب، هذا المعطوف عليه في أي حالة؟ في حالة نصب، معنى ذلك أن الاسم المعطوف يأتي في حالة نصب أيضا. ما صادفت الشيخ بل زوجته. هنا نلاحظ بل حرف عطف، الاسم المعطوف جاء بعده هو زوجة، أما المعطوف عليه فهو الاسم الذي قبله الشيخ، بالتأكيد ليس الفعل هنا هو المعطوف. طيب، الشيخ عفوا في حالة نصب، إذن الاسم المعطوف يجب أن يكون مثله أو أن يتبعه في حالة النصب. الجملة الأخيرة: وصل الشاعر ثم بدأت الأمسية. أين حرف العطف في هذه الجملة؟ ثم الكلمة المعطوفة جاءت بعده اللي هي الفعل بدأت، هذا الفعل يعطف على ماذا أيضا؟ يعطف على فعل، هذا الفعل هو وصل، وأيضا تبعه في حالة البناء على الفتح. هذا السؤال الرابع سنجيب عنه لاحقا، لأن المطلوب فيه تمييز واو العطف من واو المعية. واو المعية هي التي تتعلق بالمفعول معه، وبما أننا لم نشرح درس المفعول معه فلن نتطرق للإجابة عن هذا السؤال. نأتي للسؤال الأخير: أعرب ما أشير إليه بخط فيما يلي أو في الجمل الآتية: الشاعر المتنبي نابغة عصره. هنا المتنبي عطف على عطف بيان للشاعر، أيضا هذا الدرس لم نشرحه حتى الآن، فبالتالي لن نجيب عن أو لن نقوم بإعراب هذه الكلمة. سنكمل: يموت الناس حتى الأنبياء. نلاحظ كلمة الأنبياء وضع تحتها خط، هذه الكلمة بماذا سبقت؟ سبقت بحرف عطف، يعني هي كلمة الأنبياء أو هذا الاسم معطوف على اسم آخر، هذا الاسم ما هو؟ الناس، فالناس هو في حالة رفع المعطوف عليه، فهذا الاسم المعطوف يتبعه في حالة الرفع ونقوم بإعرابه اسم معطوفة، فنقول الأنبياء
اسم معطوف على الناس مرفوع بالتبعية. ما معنى بالتبعية؟ لأن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في حركة الإعراب، يعني يتبعه في علامة الرفع أو النصب أو الجر، لذلك نقول بالتبعية، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تخاصم الرجلان ثم تصالحا. هنا تصالحا بالتأكيد هو فعل ماض سبق بحرف عطف الذي هو ثم، وبالتالي هو معطوف على الفعل تخاصم، مبني على الفتح الظاهر على آخره، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الجملة التالية: لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هند. هنا نلاحظ تطرب حركة هذا الفعل السكون، وسبق بلا، هذه اللا تسمى لا ناهية لأنه ينهى مخاطبا وهي تجزم الفعل المضارع، فنقول تطرب فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه سكون الظاهر، وأين فاعله؟ ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أيضا نكمل: لا تصادق جاهلا بل عالما. هنا نفس إعراب تطرب لأن لا ناهية أيضا موجودة هنا، وجزمت الفعل المضارع وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. بل عالما، إذا لا تصادق جاهلا بل عالما. بل هنا حرف عطف، عطف عالما على من؟ على جاهلا. إذا وأخذ نفس الحركة التي هي الفتحة، فماذا نقول هنا؟ عالما اسم معطوف على جاهلا منصوب بالتبعية، يعني تبعه في علامة النصب في وبعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والثانية للتنوين. ولقد أمر على اللئيم يسبني. هنا الفعل يسبني طبعا فعل، أين ينتهي؟ عند الباء، فعل مضارع طبعا، وهنا الضمة الظاهرة. إذا فعل يسب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من الذي يسب؟ هو. إذا الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. يسبني، هذه النون الموجودة هنا تسمى نون الوقاية. ما معنى نون الوقاية؟ نون الوقاية توضع بين الاسم، بين الفعل والضمير، حماية للفعل من الجر أو من الكسر، لأن الفعل لا يمكن أن يكسر. إذا والنون للوقاية لا محل لها من الإعراب. يسبني، يسبني الياء تدل علي أنا، هو يسبني، إذا أنا مفعول به، يعني الياء الضمير التي حلت مكاني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الجملة التالية: لبثنا يوما أو بعض يوم. هنا نلاحظ كلمة بعض المطلوب إعرابها، سبقت بأو بحرف العطف. طيب، وما قبل حرف العطف جاء منصوبا، وبالتالي يكون الاسم المعطوف أيضا منصوبا، فنقول بما أنه سبق بحرف عطف اسم معطوف على يوما منصوب بالتبعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا طبعا ليس هناك تنوين على كلمة بعض. الجملة الأخيرة: وإن تؤمنوا يؤتكم أجوركم. هنا نلاحظ وإن تؤمنوا، الفعل تؤمن هو فعل مضارع، ولكنه بماذا سبق؟ سبق بحرف شرط، حرف الشرط معروف، نحن نعرف أن حرف الشرط يجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إذا هنا تؤمن فعل مضارع، هو فعل الشرط طبعا مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طبعا هنا بالنسبة للفعل يسبني نسينا أمرا، ولقد أمر على اللئيم يسبني، كيف أمر عليه يسبني؟ هنا الجملة الفعلية يسبني لها محل من الإعراب،
ما هو؟ وهي واقعة في محل نصب حال، لأنها تصف أو تبين هيئة اللئيم عندما أمر عليه. هذا كل ما لدينا في هذا الدرس، على أمل أن يكون واضحا بالنسبة إليكم، وشكرا لاستماعكم.